هلا والله شباب، يعطيكم العافية. معكم عبد العزيز، ورجعت لكم بالحلقة الثانية من إضافات لعبة أساسنز كريد فالهالا. لا تقوم نبدأ، ضغطوا زر سبسكرايب وشكرا على دعمكم بالحلقة الماضية. الله يعطيكم العافية. إن شاء الله إذا نزل اللعبة دي إضافات جديدة بالمستقبل بإذن الله انتظر مني، أنا راح ألعبها. فشكرا لكم من كل قلب على دعمكم يعني بالسلسلة الصغيرة دي. وخلونا ننهي الإضافات الجميلة دي بسم الله. كان في شظايا لازم نجمع عشان نفتح. إذا دور ننطلق سر عشان كل شيء عندنا. هي ثلاثة. I'll need to find all the shards and place them on this pedestal if I want to open that door. اوكي اكيد راح اجيبها ان شاء الله. حلو، محدد لي اياها بالخريطة. بس خلينا نشوف ايش ما تاخر الوضع كيف بالخريطة. في واحد هنا. اوكي. نخرج اشياء. مرة صراحة شيء حلو انه محدد لي فين، محدد لي الشظايا يعني محدد لي موقعها. بس خلينا نشوف اول واحد اللي هنا، اعتقد انه فوق ممكن. ايوه فوق فوق، خلينا نطلع فوق نشوف اول شظية عندنا. الشظايا اللي لازم نجيبها. والله صراحة اللعبة جدا حلوة، فينا عالم اللعبة صراحة جدا جميل والله. شوف شو عندنا هنا. كيف يا عداء عليك، راح اقطع عليهم حتى اشوف كيف شنقينه. كيف هيرهم من شايفهم انا. يا سلام على الروح الرهيب ذا. ورجع لهنا. والله كثيرين يا حبيب معسكر. اوكي الشيء اللي ابغاه هناك. بس لكن كيف انزل له؟ والله انا كان على بال الشظايا ذي عشان نجيبها يعني شيء كذا بس تروح تاخذه. بس لكن لا والله في اعداء لازم تواجههم في البدايه. نشوف هذه اول وحده. نايس هذه الاولى. اوكي خلاص نطلع من هنا الحمد لله، مو لازم اواجههم كلهم. والله ربح ما شاء الله مرة قوي. هديه البيري كمان صراحة رهيب في المقصود. خلونا دحين نروح نجيب اللاعبين الشظايا المتبقية، يعني باقي لك كم أربعة بس، إن شاء الله كلها راح نجيبها. شوف المرة الجديدة اللي جبتها. يا لطيف يا شخص صديق لا تموت. ترى الصراحة عشان في مهارة جديدة جبناها حقت اللي تجري كذا وتديله في كيف تديله كتف كذا ويطيح، ما ادري العقل ممكن راح تزبط. ممكن كان لازم اضغط شيء انا. فالحين خلونا نروح الفين اقرب واحدة. ايوه خلونا نروح اللي هنا، ما هي مرة بعيدة. يا جماعة الخير وصلنا مكان نبغاه. هو المفروض انا ما اوقف هنا بس صدقوا ان شاء الله بنتسلق هنا. والله مدت مداك ولا لا؟ صدقوا ما اتوقع مداك، بس خلينا نجرب. ان شاء الله بدنا نتسلق من هنا. اوكي مدى الحمد لله. اوكي الشظية اللي هنا اللي لازم نجيبها ما اعتقد انها جت عسكر، بس خلينا نشوف.
Best raise my hood here. لا والله. Show me what lies ahead. اوكي. مو معقولة كذا محطوطة. اوكي. ما عندها أحد. هذا لازم نصيده. ننزل كذا. إن شاء الله ما يلف. أوكي مو ذا اللي أبغاه. إن شاء الله نخلصه. نايس الهي. أوكي. الحمد لله إحنا عملنا بطريقة رهيبة. أعتقد راح ألاقيها هنا. هنا؟ أيوه هنا والله. ننزل هيا ان شاء الله ما في حد قدامي. اوكي اوكي حلو حلو ما حد سمع شيء. كذا اثنين خلاص بقينا ثلاثة بس. الحين نطلع من هنا نروح للشطية اللي بعدها. اوكي يا جماعة الخير في عندنا شطية هنا كذا راح يصير معنا ثلاثة جبنة اللي هنا. يعني الشطية الماضية صراحة جبتها من غير ما يشوفوني ترى شافوني شبي أنا. الحمد لله مستوى جدا عالي. صدعناه بالأرض شوية كيف قومنا. طلعت فوق دي. والله اللعبة دي ما دام نلعبها بأسلوب ستيلث بس لكن كيف يعني مستوانا عالي فا. دائما يعني أحاول إني ما تخف يعني بشكل كبير على طول أخش فيهم. قدام انا ولا شافني. كيف حد روح عندنا شكله شافش فيه. اوكي خلينا ندخل هنا. احتاج مفتاح. كيف مفتاح مع ذا؟ بس احنا نبغى صراحة الشظية ما نبغى الدرع. اوكي. ترى العب ذا. نايس. تيه. ما ادري ايش قاعد يسوي صراحة. تسبب نفسه والله كان. طيب والله شوفوني. انا ما ادري ليه نزلت هنا. كان عبر الشظية هنا. خلو خلو اقتلهم. ايه. نبريكم فيه. اوكي انا هنا. فلش كان على بالي على بالي هيك فينا تدخل وتجيب لي الشظية بس اعتقد انها فوق. بحاول اطلع لفوق. يلا منها المفتاح هذا هو. وناخذ الدرع و ناخذ الشظية دي صراحة ما ادري فين. شوفي كيف يقول لي تحت فنزل تحت. ما عليك بحروح ارجع ان شاء الله واجيبها بس خلوني اجيب الدرع اللي هنا نشوف شو هو. اوكي رمح سكين ما هو اقوى من الرمح اللي معنا. اوكي
يقول لي يقول انها تحت. معقولة اغطس بالموية ولا بس اشوف كذا قبل ما انزل. خلينا بس اشوف. والله ما اعتقد تغطس بالموية. من الصيد العبيط. ان شاء الله مات. صراحة القوس مرة رهيب اللعبة دي. نجي كده ترد انت. هنكسب من هنا. والله هو المفروض هنا كيف حول هنا الشضية الأخيرة. اوه تجيه من هنا. اوكي لو رأى تبطس كلا ندير البحر دي لازم نتبع منها. خد سوي الغرفة لك لازم نتبع. والله ما توقعت انه لازم تغطس. اوكي اوكي من هنا. لا يقول لي بدك تدخل من هنا. اوكي اوكي نجيها من ورا ان شاء الله. نفس اوكي كمل. اي يا ريش قاعد الف مشكلة. والله ماني شايف زين. نايس هذه هي. بس خلونا نطلع لفوق كذا. كم ثلاثة خلاص بقي لي. بقي لي اخر اثنين. حلو الحمد لله طلعنا من هنا. والله في شيك بوينت قدام. اوكي في السفينة ما عليكم خلاص مو لازم تجيب ذي. دحين خلونا عرفك نسوي صور سريع هنا وخلاص نجيب اخر اثنين. صراحة شيء حلو يعني. هذه ما هي اضافات يعني. هذه زي ما تقولوا مهمة. مهمة واحدة اضافوها مع اللي هي كاساندرا. يعني ما هي زي الاضافات حقت حصار باريس وقيد الكهنة. هذيك صراحة كانت اضافات حلوة. والاضافات اللي اتوقع انها الاخيرة يعني. ما شاء الله اللعبة لها سنة يعني لساتها قاعد ينزلوا لها اشياء. صراحة شيء جدا حلو. فالاضافات الاخيرة كيف اسمها راجلن روف اظن كيف هي. الصراحة اللي بنى عليها رهيبة. شفت اعلانات عنها الصراحة جدا جدا متحمس لها. اتوقع راح تنزل ممكن بعد 3 شهور اظن. والله ما ادري ليه اخروها مرة. ليتها تنزل الحين. بس يا ساتر صراحة جماعة الخير جاي الشهر يعني. صراحة ما اتذكر انه جانا شهر زي كذا مليء بالالعاب يعني. بالذات انه العاب كبيره كلها كبيره. داينغ لايت وهورايز منه. يا ساتر استر الدرينج فين صراحه. الشهر مليء بالالعاب الحلوه ان شاء الله كلها راح العبها على صفحتي. والله ما ادري بنفس الوقت ولا ايش راح تسوي بالضبط. وننزل مفتاح. اعتقد اخر شضية ممكن بكوخذة. اوكي يا حبيب حتى لازم نقطص لها من هنا. ممكن ولا من هنا. والله ما اظن من هنا. والله ما ادري كيف توصل لها الاخيرة. يعني هو يقول انها تحت هنا بس معقولة هنا ضمن الاشياء ذي. والله مدري ما اظن. بس الحين بعض الفضة هنا قبل. بس شوف الخريطة صدقوني يقول لي انه في واحدة هنا انا متأكد. بس عشاني بالمنطقة فاختفت. خلوه بس يجي كذا. انا اتوقع انه بالكوخ صراحه. اوكي لا والله هذا كوخ عادي ما في شيء.
قولي بس بالله ارجع لورا. نجي كده ونشوف. شايفين؟ المفروض انها هنا. بس اجي اشوف. هو يقول انها هنا بس لكن. ما ادري الصراحة ما شايف شيء. يعني المويه ما هي فكره عميقه عشان اغطس. ما اعتقد جوه الصندوق ده. هي باينها بالبحيره دي بس صراحه انا مو هنا. مو هنا اكيد. مو هنا. اتوقع انها فوق ممكن. وممكن ورا الشلال. والله ماني متأكد. نطلع فوق اشوف. اوكي ما يمدي. ما يمدي يجي. سونن جايد مي. وهو اتوقع في مدخل سري حول. انا اخذت مفاتيح ساكن حقت ايش ما ادري. اوكي 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 ورا الشلال. ما ادري صراحة ايش سويت انا. شوف الامراه العجوزه دي شرجتها. Oh yes. Could you please be a deer and wade into the fairy pool so I can sacrifice you to the fairies? You're asking if you can kill me? Since the night started, the fairies have whispered in my ear promising power if I find sacrifices for them. They've even led me to one of their treasures for my hard work. Prettiest shard. So please, into the pool now. هل تمزح ذي ولا من جده؟ والوجه نقتلها. يوضع معناته نقتل وجهها. If you want me to go swimming, you're going to have to make me. That's no trouble at all, dear. I'll help you right in. والله توقع حجام ده. يا لطيف. لطيفة جدا. ليه كده؟ كم معاه ثياب؟ نديها كذا؟ خلونا نرميها بالمويه. في براك الحبيب. والخير ذاك شرد ونصيده. أشوف كم معاه شيء. ما أعتقد معاه شيء. أوه خلاص أخذتها كذا أربعة. خلاص أخذنا أربعة. باقي لنا الحين الخامسة والأخيرة. الخامسة ما هي بعيدة. جزيرة ذي. آه. إن شاء الله ما خطر كبير. كيف هنزع تحت و... واستدعي السفينة وخلاص يعني نوصل الجزيرة اللي نبغاها. إن شاء الله تجي هنا.
نايس وجات. اوكي بس ابغاكم تصلون لين هنا. متحمسين على بال بروح نسوي غزوة بس لكن بس ابغى اوصل لين هنا. آخر شطيع عندنا هنا. نريد حروح نجيبها. ما أدري صراحة بالنهاية لما راح نفتح الطريق ده إيش راح نلاقي. كسلاح؟ لا ما أعتقد سلاح. نروح لكف الأخ. اسمه كف الأخ. أعتقد هذا هو. شوف مو معقول هذه الشظية. اوه هذا هذا. ها فاعي يا ساتر. من الحروب القطعة الذهبية التي يسعى الكثيرون وراءها وتوصلنا بالأحرى للقرية لبيعها ونستمتع بالثروة الجديدة حظا أوفرا المرة المقبلة. اوكي باعوها. خلاص ما في شيء بالكف ذا حق الأخ. أتوقع ممكن لازم أروح القرية وأروح السوق يعني وأشوف القطع يعني من اللي اشتراه وأخذها منه. أحمد خشف الوضع بالخريطة. زي ما هو. أتوقع لازم أجي هنا. شايفين هنا لازم أجي. اوكي شايفين بس الاثر ده مو سوي عنده شيء. انا ما اعتقد كل عليه اتبعه. اوكي خلونا نجي من الجهه الثانيه. ما يبي نفتح الباب ده من هنا فايش نفتحه من هنا. بس ماني شايف صراحه. كم من فوق يعني بضح لهم يصعبوها. اه من هنا فين نطلق على الباب من هنا او من هنا يجيبوا كده. اوكي طب اجيبهم كده. ما ادري صراحة. او خلنا ندفع بزيادة. خلنا نشوف دحين. اعتقد احمد انا اطلق. اوكي بدأك خلنا نرجع بس على وراه نطلع فوق القارب ذا. خلاص يا احمد ثاني خلونا دحين ندخل ناخذ اخر قطعة عندنا. اوكي اكيد القطعة هنا. اول رسالة جديدة. والله ما ادري ممكن الناس بروح الغابة. مفتاح فين بلاقي؟ كفي مفتاح يا صدقوني. سكح اللي فاش شضيع كيكا. صدقوني اللي ورا ممكن درع ولا حجار اللي بالصندوق. خلونا بالمهم الفكرة. مشيت صح. حسنا سجت فيه. اوكي اوكي توصلت فيه. ما عليكم. اوه اكثر من واحد يا لطيف. لا والله واحد بس اكلمه تعافي. حلو حلو هنا ناخذ الجير حقه الفكره عشان نبيعه. تقريبا ما كان مطلوب.
السطح على فوق. كده ليش ابغى اطيحها؟ ممكن كم مدري اطيحها على الدب على فكره. لقى الشطية بالنهاية مات. اي واحد ثاني. يا سبقك زي ما انت كذا تبتيه. حلو احنا الحمد لله. خلونا نروح نفتح الباب الشظايا. ما كان صراحة شيء سهل بس الحمد لله سوينا المطلوب. شبيرة. كيف كانت تجي؟ اعتقد عن طريق كف فرق كف لا بس خلينا نتأكد. Let's see you old friend. ومن هنا من هنا عارفين كيف من هنا كذا. خلينا نروح من هنا. فما ادري الصراحة اذا فتحنا الباب المؤدي الى كف ذهب هل راح تنتهي المهمات ولا لا؟ راح اتمنى لسه لانه الفكره يعني ما تلسه طويله. اوكي هو من هنا صدق ولا مدخل كان حول بس هسه فين؟ اوكي اوكي جبته. رهيب صراحه الصقر اللعبه دي يساعدك بشكل كبير. الاضافه جدا حلوه صراحه. العاب اساس الكريد القديمه فين؟ زي حق باريس هذاك وبعتقد كان فيها الصقر او ممكن فيها والله ناس صراحة لعبتها زمان. صراحة تعبنا لما جبنا الشظايا ما كان شيء سهل. كيف الشظايا تخلي نقدر نفتح الباب السري ده؟ الحمد لله خلاص قدرنا نفتح الباب ونحن ندخل نشوف ايش فيه. عليك استكشاف كهف ذهب. خلونا نعرف كيف نستكشف نشوف ايش فيه. نحط الشعلة ونشوف ايش فيه. زي بلعب الدارك سوز لما نحط الشعلة ونشوف ايش فيه. ان شاء الله بالنهاية منتظرنا قتال الزعيم. صراحة احب قتال الزعماء اللعبة دي جدا حلو. اتوقع لازم اغطس. اوكي او لا وصل لنا هناك. ما
الصراحة ما أدري كيف توصل لنا هنا. ومن كلازم كيف أخذ سجى من الجهة الثانية. انتبه من القناديل دي أتوقع تسوي لي ضرر. المفروض بدك تدخل من هنا مفروض يعني بس لك ما أدري ليه ما تبغى. لازم ندور طريق ثاني. والله بدري صراحة ماني قادر أروح الجهة الثانية لما أجي هنا. أشوف اللي جيت أعتقد. أوكي الحمد لله جينا. بس أطلع لهنا. أوه في أعداء كثير كمان. أدري كيف وصلوا هنا. ممكن وحوش. ما أدري ليه ما ياخذ منه. أوه والله نفسي أطيح دي عليهم. أشوف أطيح عليهم. آه ما حد صار له شيء. أوكي. بس ما هم شايفين. كفو. اوكي اختاله ممكن والله بدري ما اختاله. صب عليكم اقدر عليهم. نايس فلتلا. في الاعداء ما هم مره جدا الحمد لله اقدر عليهم. Harder? No one would be trying to kill me if you weren't here right now. تقدر تحركها مو تضربها. You will need my help once we reach the artifact. These people are nothing compared to its power. I'm not getting rid of you, am I? Don't worry. I'll grow on you. والله ما ادري ايش لازم تسوي هنا. I've seen mechanisms like this before. I'll get the light working. You direct the beams to those plates near the door. Okay. قلت في شيء ناقص. خلي الحين يجيب اللايت عارفين. ونشوف ايش بدنا نألف. صدقوا اتذكر اللغز ذا كان موجود بس اسن كريد اوديسي. او لا معلش مو باساس كريد اوديسي. كان موجود ب اتوقع بعد ما خلت الذاكره كان موجود باللي هو ستار وورز جيداي فولن اوردر. الفيلم لعبة صراحة كان جدا حلوة. اوكي هذا مو لازم نحركها ممكن ذي بس خلينا نشوف ايش بدنا نسوي. اوكي زي كذا. One down, one to go. كده الثانية. اوكي نطلع فوق. موبايل لازم نطلع فوق.
معقولة كذا. هنا كيف؟ وهذا اللي نحركه. نحركه فين؟ على هنا. يا سلام. ودحين ندخل هنا نشوف ايش فيه. Those parts and weapons are so strange. They're from my land. What are they doing here? It's an illusion caused by the artifact. And you being near it. That mask looks unique. I've torn many of those masks from the faces of cultists. Even knowing their illusions, to see all these things from my home? I don't have a home. Not anymore. فيبي ذي صدق اتذكرها، كانت بنت صغيرة تسوي لها مهمات مع كاساندرا. يعني ما ابغى احرق عليكم بس يعني تموت اتذكر. نشوف ايش فيه. تحتاج لمساعدتك تخيل وكذا. انا خلونا نقول ايوه احنا قد تيم. You're not so bad to work with after all. Terrible at following orders though. Give me a little credit. It's my first time working with another person in I don't know how many years. That must get lonely. It does from time to time. But it's the path I'm meant to walk. Anyway, I should get going. It's not good for me to stay in one place long. Thank you for your help. Truly. Wait. The North celebrate their victories. And since in the end you did help, why not come out for a drink with me? I don't know about that. It's not really good for me to be seen by too many people. If everyone drinks enough, no one will ever know you were here. All right. What can it hurt? Hopefully you're here tomorrow morning if we have a great time. Meet you at the Longhouse in Kiltaraklum. See you there. اوكي دحين خلونا ننهي القسم ذا حق ساندرا. خلاص احتفل معاها او خلاص يعني اتوقع كذا بنخلص القسم الرهيب ذا. Feel stronger already.
ليلة بلا نوم. ده هو اسم المهمة، فخلونا نروح نلعب المهمة دي. خلونا الحين نروح ونقابل كاساندرا. أعتقد خلاص لما راح نقابلها فكرة نحتفل، وتوقع خلاص أن راح نخلص القسم الجميل هذا من المهمات. There you are. Ready for that drink? Let's head inside. What is it? There are a lot of people. I haven't been to a party in some time. I guess I'm nervous. It's not as though you're going in there alone. I'll be with you. I guess you're right. Let's go inside. Well, I'm ready for a drink. What about you? I've always wanted to try meat. هو تحدى على فكرة. المهمات كثير وبس السكرت ولا على سكرة. حتى صرت معلم فيها. هو لازم أهزمة عشان أقدر أخلص المهمة دي. أوكي. حلو حلو. مهمة والعياذ بالله. تروج للشرب. استغفر الله. يا ساتر. يا المشكلة لازم أفوز، عارفين؟ يا اوكي اوكي الأخيرة. أصعب شيء لما يقول لي لازم ما تخليه يطيح. لا والله متعين هذه المرة. يا الله أوريك كيف تمشي دحين. والله طيب، أبغى أجيبه هنا بس ماني قادر. Your mead. Now, if we had been drinking wine, I would have won. Wine? That's child's play. Not if it's from Marcos's vineyard. That swill could peel paint from a vase. Marcos? Who's Marcos? An old friend that made truly terrible wine. Melka, you really are drunk. Now you're just spouting nonsense. No, it's a Greek swear word. It's Malaka. 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 That's it. You got it. Now, let me teach you. The bride and the groom are here. We
crashing a wedding? It was arrogant to assume these people were here to celebrate us, saving their asses. Come, let's join in their revelry. Oh, aren't you the heroes who saved the island and our wedding? I did a little more than she did. But yes. We would love it if you both gave a toast at our wedding. We hardly know you. What would we say? But your exploits have made our wedding a day to remember. Please, regale us with your tale. I could be up for that. What about you, Eivor? All right. But if we're going to do this together, Cassandra, let's make it interesting. What do you suggest? A flighting competition, of course. Ah, never tried it myself. I should warn you, though, I've battled wits with great philosophers. Stop boasting and prove yourself. My day began the strangest way. An axe thrown at my head, tending to slay. There stood Eivor, hot-headed and brash. والله ما ادري صراحه شو اقول. You wish you had the skill to swing first. Not too quick on his feet, is he? It took an ambush or two and one dusty old temple for Eivor to see that I could be helpful. But somehow I've melted his cold Norse heart. As if. I haven't forgotten she caused the nightmares. Eivor! Is that true? I really thought this would be better. Eivor did the heavy lifting, left the tracking job to I. In the end, we triumphed, chasing the nightmares far from sky. And to the bride and groom on this historic day, Expert tracking. You're foolish. عديم عارفك يا. Bit of a lackluster note to end on. That was certainly something. Maybe you two should stick to saving the day and leave the storytelling to the scolds. It's been a while since I've been the center of attention. How did it feel? Strangely familiar. I'm glad you invited me here tonight. It was nothing. No, really. Thank you. I needed this. More than I knew. What do you say we make that bride's day and get rid of that asshole? Don't you mean that, Malaka? Indeed. Okay. يا ساتر. أوه متحمس كمان. إيش قاعد يقول لي في ذا؟ ودي. والله قاعد ينجرد. الله طيف ما بقي استمنة. اوكي اضربه بجلدرة راح نجد الثاني حيو سممها. اوكي خلنا نديه. Oh, thank you. You saved my wedding. We actually saved it twice. All in a day's work. خلاص ما بدي اجلده. Where could my mother be?
needed. Did you come for the wedding? I couldn't miss it. My cousin is the bride. And of course, I should thank you. Clearly, you were able to help my people. Otherwise, we wouldn't be here celebrating. I can't take all the credit. I had some help. True. Valka put you on this path after all. Was she right, by the way? Did you part ways with that girl, Randvi, as she foresaw? No. Randvi was never on the Isle of Skye. Ah, well, even Valkar makes mistakes. Still, it's good you didn't need to say goodbye to a friend. What an unforgettable night. اوكي اخوان خلاص اكتمل فكر الجزء ذا حق ساندرا خلصناه صراحة كان جزء جميل يعني كان شيء حلو صراحة نرجع اللعبة الجميلة دي ونرجع لنا كمان نشوف اللي هي كاساندرا صراحة شخصية رهيبة فكر فخلصنا المهمات دي يعني كانت فكر هي مرة طويلة بس لكن صراحة كان شيء جدا حلو نرجع اللعبة دي اتمنى المهمات هذه نالت اعجابكم اتمنى السلسلة الصغيرة هذه نالت اعجابكم ان شاء الله بالمستقبل لما شركة او لعبة اساسن كريد فالهالا نزل لها اضافات ان شاء الله انتظروا مني راح العبها فاتمنى ما تحرموني من دعمكم وان شاء الله اشوفكم في سلسلات قادمة في العاب قادمة في امان الله.